وبشأن المطالبات بخروج القوات الأجنبية من العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. ومن أربيل ينضم إلينا اللواء الركن ماجد القيسي، الخبير العسكري والأمني. نبدأ من أستاذ مصطفى. مرحبا بك أستاذ مصطفى. ظهور إعلامي للمرجع السيستاني بعد هذه الفترة من الغياب، وأرسل رسائل لا سيما أنه عارض استخدام الأراضي العراقية ضد دولة مجاورة أو دول مجاورة. كيف بداية كيف تقرأ هذا الظهور أستاذ مصطفى؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. منذ عدة سنوات ادعت المرجعية الشيعية العليا ممثلة بعلي السيستاني أنها لن تتدخل في الشؤون السياسية، وبالفعل بقيت دون أي موقف في كل الأزمات التي شهدها العراق خلال السنتين الماضيتين على الأقل، أو أكثر حتى منذ 3 سنوات. لكن اليوم عندما بدأت ملامح سياسة أمريكية جديدة تتشكل تجاه إيران انطلاقا من العراق، أعلنت مرجعية السيستاني موقفها في عدم جواز اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لأي عمل عسكري ضد دول الجوار. تذكرون وما يزال الأمر حيا حتى يوم أمس، كانت القوات العراقية يعني تقوم بأعمال عسكرية داخل الأراضي السورية، في حين لم تصدر المرجعية الشيعية أي موقف من هذه القضية. واضح جدا أن السيستاني يعني ينتخي لبلده الأم الذي ما يزال يحمل جنسيته، وبالتالي هو جزء من تنفيذ المشروع الفارسي في العراق وفي الأمة كلها. ربما نبقى في هذه النقطة والشق العسكري، وننتقل لضيفنا من أربيل اللواء ماجد القيسي. ربما لو نسألك عن طبيعة التواجد الأمريكي في العراق، خاصة فيما يتعلق بالقواعد العسكرية الموجودة هناك، وكذلك تحرك العناصر الأمريكيين بحرية في الشوارع. تحية لك ولغيرك ولمشاهدي قناة الرافد. الحقيقة أن المميز ما بين التواجد الأمريكي وما يقال عن أنه هناك هذا التواجد هو لأغراض قتالية أو لأغراض قد تمس السيادة العراقية. أولا، التواجد الأمريكي عام 2014 في شهر أيلول كان باستدعاء من قبل الحكومة العراقية وفق الرابع من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الاتفاقية والتي كانت تسمى صوفا. البند الرابع يسمح للحكومة العراقية باستدعاء القوات الأمريكية وطلب المساعدة في حال تعرض العراق إلى تهديدات، وخصوصا كذلك آنذاك القاعدة والتنظيمات الإرهابية. إذا تم الاستدعاء هو من قبل الحكومة العراقية. ثانيا، هذا الوجود هو يختلف عن الوجود من عام 2003 إلى نهاية عام 2011. هذه الفترة التي قضتها 8 سنوات القوات الأمريكية في العراق هي كانت بمثابة قوات احتلال، وخرجت بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2008 والتي دامت 3 سنوات وانتهت هذه الاتفاقية. هناك نظام وضوابط لهذا الوجود العسكري الأمريكي في العراق. النقطة الأخرى والمهمة، دائما ما يقال وإشاع وبعض الأخوة يذهب إلى أنه هناك قواعد أمريكية. علينا أن نفرق بين القواعد الأمريكية المستقلة التي تطبق بها القوانين الأمريكية وما بين التواجد الحالي الأمريكي. التواجد الحالي الأمريكي هو داخل معسكرات مشتركة مع الجيش العراقي موزعة في الغرب وفي الوسط لأغراض المشورة ولأغراض التدريب والتسليح، وفي بعض الأحيان القيام بعمليات نوعية للاشتراك مع القوات العراقية. طيب،
طيب سيادة اللواء، عفوا سيادة اللواء آسف للمقاطعة، ولكن أنت قلت بأنه عملية وجود القوات الأمريكية بناء على طلب واستدعاء من الحكومة العراقية، وذلك نتيجة اتفاق الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2011 كان عندما كان نور المالكي ورئيس الوزراء. ماذا استجد في هذا الظرف كي تطلب الحكومة العراقية بتواجد القوات الأمريكية؟ عندما كانت المنظومة العراقية آنذاك غير كاملة في التدريب والتسليح، وكان تنظيم داعش يحتل حوالي 40% وكان يحدد العاصمة العراقية بغداد، وكانت هذه المنظومة واجهت صعوبات كثيرة بسبب البنية وبسبب عدم اكتمال التسليح والتدريب. وهناك البند الرابع من هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 بند يمكن تستطيع أن ترجع لها، وهي ما يعرف بالسوفا. من الممكن للحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. الاتفاقية الأمنية انتهت خلال 3 سنوات، وقعت في أغسطس عام 2008 وانتهت في نهاية عام 2011 عندما تم الانسحاب الأمريكي من العراق. عام 2014 تم استدعائها من قبل الحكومة العراقية وتحديدا وحصل من قبل حكومة السيد العباد. هذه كانت لتقديم المساعدة ولتقديم المشورة للقوات العراقية، إضافة إلى أن هناك كانت عقود تسليحية مع الجانب العراقي والجانب الأمريكي فيما يخص طائرات F-16 وبعض المدفعية والدبابات، والتي تتطلب وجود خبراء ووجود مستشارين ومدربين أمريكان في هذا الموضوع. العراق أيضا وقع تحت العراق ودخل ضمن التحالف الدولي، والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحده الامريكيه، ومعروف عدد الدول بحدود 73 دوله. طيب سياده اللواء، عفوا سنعود اليك، ولكن نذهب الى سميه ربما نواصل في نفس هذه النقطه، لكن من ناحيه سياسيه، عن تساؤل الكثيرين عن سبب اصرار الكتل السياسيه في العراق على اخراج القوات الامريكيه تحديدا من العراق، وبالمقابل عدم المطالبه باخراج المستشارين الايرانيين او القوات والميليشيات الايرانيه التي يديرها قاسم سليماني شخصيا في العراق. كيف تفسرون هذا التناقض لدى الكتل السياسيه؟ واضح، وانا دائما يعني صريح في هذا الموضوع، ولا اتبنى موقف احد. ما يطالب به البرلمان وبعض البرلمانيين بحدود 100 واكثر من 100 شخص هي لاخراج القوات الاجنبيه بضمنها القوات الامريكيه، يعني القوات الاجنبيه سواء كانت تركيا، جاسوسات امريكيه، وجاسوسات استشاري ايرانيين وما الى ذلك. وهنا قوات استراليه ودنماركيه، وهنا قوات من حلف الناتو ايضا. هذه القوات اليوم هناك مطالب بعض الكتل السياسيه باخراج هذه القوات، على اعتبار ان العراق اليوم اصبح خالي من تنظيم داعش. واقصد هنا النواه الصلبه لهذا التنظيم قد تم تدميرها، ولكن ما تبقى اليوم هي سلول وبؤر موجهه موجوده داخل العراق لا زالت تشكل هناك جدليه. طيب سياده اللواء سنعود اليك، ولكن نذهب الى الاستاذ مصطفى كامل. اسفين للتاخير استاذ مصطفى، ربما ولكن نبقى في نفس النقطه. نعم. أستاذ مصطفى، الكتل السياسية تطالب بإخراج القوات الأجنبية وبما في ذلك طبعا المقصود هنا القوات الأمريكية من العراق، لكن هذه الكتل السياسية هي نفسها لم تطالب بإخراج المستشارين والقوات الإيرانية من العراق، ما السبب في ذلك؟ أنا قبل أن أجيب على سؤالك أتوجه إلى النقطة التي تحدث عنها السيد اللواء من أربيل. أنا لن أتناول الجانب العسكري، سأتناول الاتفاقية الأمنية بجانبها السياسي. العودة الأمريكية إلى العراق الآن أو تكثيف الوجود الأمريكي إلى العراق في العراق الآن الموجه باتجاه إيران تحديدا، هذا يؤكد على أن موضوع الاتفاقية الأمنية والسيادة العراقية واستدعاء القوات الأجنبية من قبل الحكومة العراقية كلام لا تعترف به الولايات المتحدة. من الواضح أن يعني هذا دليل إضافي على أن الاتفاقية التي أوقعها نور المالكي كانت اتفاقية غير حقيقية، وكانت لذر الرماد في العيون ضمن مرحلة معينة
لإثبات يعني شيء كاذب في الحقيقة، وهو موضوع السيادة العراقية وخروج القوات الأمريكية من العراق. الآن الولايات المتحدة يعني نزعت القناع الذي تعاملت به إدارة أوباما خلال السنوات الماضية، وكشفت عن الوجه الحقيقي لتعاملها مع العراق باعتبارها دولة ما تزال محتلة للعراق، يدخل أفرادها ويدخل عناصرها المسلحة وقواتها المسلحة عفوا دون أي إذن ودون أي اعتبار من الجانب العراقي. هذا فيما يتعلق بالرؤية السياسية للاتفاقية الأمنية، يعني خلاصة أنها اتفاقية زائفة لا معنى لها. الجانب الآخر أن هذه الكتل الآن التي عودة إلى سؤالكم، الكتل التي تطالب بإخراج القوات الأمريكية، أولا هذه ليست كتل سياسية بالمعنى الحقيقي لكلمة كتل سياسية، وإنما هي ميليشيات طائفية إرهابية أوجدتها إيران في العراق لتنفيذ مشروعها العنصري الطائفي الإرهابي التوسعي، وبالتالي هي تأتمر بأمرها وتنفذ القرارات التي تصدر إليها من أولياء الأمر في طهران بشكل أو بآخر. الآن عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول اتخاذ سياسة جديدة تجاه الإرهاب الإيراني، انتخت أيضا هذه الميليشيات المسلحة الممثلة في البرلمان، وهذا يدل على يعني أن البرلمان والحكومة وكل الأجهزة الإدارية والأمنية هي عبارة عن انعكاس للواقع الميليشياوي الذي يعيشه العراق. ننتقل من جديد للواء ماجد القيسي، ونسألك سيادة اللواء عن باعتبار أن الواقع يفرض القوتين الإيرانية والأمريكية، إلى أي مدى تتوقع أن يحدث صدام على المستوى العسكري بين هاتين القوتين في ظل دفاع الكتل السياسية الموجودة وما يسمى بالكتل السياسية الموجودة على الوجود الإيراني؟ أولا سيدتي حتى لا تصحيح، وأنا في العراق وأنا ضابط قبل أن أكون يعني محلل عسكري، وأنا أفهم الواقع وأتكلم بحكم معطيات، ويعني أحترم الرأي الآخر وأحترم ما يقال يعني لكل من وجهة نظره، ولا 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 الود قضية حتما، ولكن علينا أن نعتبر أن الاتفاقية الأمنية العراقية انتهت عام 2011، وأنا ذكرت هذا أيضا. اليوم القوات الأمريكية هم منتشرة هي، ولكن ما أثار الوضع في العراق هو تصريح ترامب على أنه هناك إنشاء قاعدة متقدمة في عين الأسد يعني في البغداد، أي أن الأهداف الأمريكية التي جاءت والتي أعلن عنها في قتال تنظيم داعش تحولت إلى تحجيم الدور الإيراني في العراق. نعم. العراق بالنسبة لإيران تعتبر هو المحل الأمثل، وأمريكا تعتبر العراق يجب أن يكون دولة وسط ما بين طهران وما بين سوريا وما بين العراق. اليوم ما يثار وما يقال في العراق وفي أمريكا ولا يتعدى عن بروباغندا، لا يتعدى عن خلف منشات إعلامية كبيرة، ولكن كمواجهة فعلية على الأرض لم تحدث. المشكلة الأمريكية مع إيران ليس مشكلة مع دولة، وإنما مع مشكلة مع سياسة التي تتبعها الحكومة الإيرانية تجاه المنطقة وليس مع الدولة الإيرانية. أيوة. ثلاثة، العراق اليوم الموضوع بقاء القوات العراقية الأمريكية في العراق هذا هو يعتمد على الحكومة العراقية، فيما لو اتخذت قرار حاسم وقالت إخراج القوات الأمريكية من العراق هذا سوف ينسحب على باقي القوات. الدستور العراقي والوزارة الحالية برئاسة عبد المهدي وجميع الكتلة كانت شيعية أو كانت سنية أو كانت كردية تريد من العراق أن يقف على مسافة واحدة وأن لا يكون ساحة صراع
لأي مواجهة أمريكية إيرانية. طيب الكل يريد أن يقف على مسافة واحدة كما ذكر سيادة اللواء. أنتقل إلى سيد مصطفى. سيد مصطفى، في حال صوت البرلمان على خروج القوات الأجنبية لا سيما الأمريكية من العراق، كيف نتوقع موقف الولايات المتحدة؟ هل ستنفذ مبدأ الخروج؟ بالطبع لن تنفذ هذا القرار، سيبقى للتهويش الإعلامي والسياسي ولن يكون له أي أثر في الواقع. ولكن سيد مصطفى، ألا تعتقد أن ذلك ربما سيضعف الولايات المتحدة قبل أن يضعف الحكومة في العراق؟ أكيد لا، لأن الولايات المتحدة كما قلت لك لا تنظر إلى السلطة الموجودة في العراق باعتبارها سلطة ذات سيادة أو حكومة حقيقية ذات سيادة. تعتبر أن العراق ما يزال خاضعا للاحتلال الأمريكي، وهي تتصرف بموجب هذه الفكرة. وبالتالي يعني تأكيدا لهذا الكلام، ما يقوله الرئيس الأمريكي وكل أركان الإدارة الأمريكية، سواء بولتون مستشار الأمن القومي أو وزير الخارجية بومبيو أو غيرهم من المسؤولين، كلهم يؤكدون على أن القادم في العراق سيكون تحجيم أو قطع أذرع الميليشيات الإيرانية في العراق. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر العراق دولة ذات سيادة لما تصرفت بهذا الشكل. ننتقل مجددا لسيادة اللواء ونسأله عن مستقبل الوجود الأمريكي في العراق في ظل كل هذه المعطيات التي تحدثتم عنها. يعني أنا في البداية يعني حقيقة يعني أحاول، أنا يعني معروف عني في كل القنوات وليس في قناتكم وفي أي مكان، أنا لا أتبنى موقف أحد، أنا لم أتبنى الموقف العراقي يعني. ولست أميل إلى وجود قوات أجنبية في العراق، ولست من دعاة وجود أي كان من هذه الدول على العراق، ولكن أريد أن أوضح لك أن هناك سوف يدخل العراق في تفاوض مع الحكومة الأمريكية، وهناك زيارة مستقبلة لرئيس الوزراء عبد المهدي لوضع نوازم وضوابط جديدة لعمل هذه القوات، وخصوصا ونحن اليوم أمام تهديد جديد لتنظيم داعش بعد أن تحول من نواصب طلبة عسكرية إلى تنظيم سري. هناك تواجد له في سوريا، هناك تواجد له في أماكن أخرى، لا زال التهديد كبير، لا زالت الإمكانيات القدرات العراقية بحاجة إلى تطوير. كان أن التسليح اليوم تسليح الجيش العراقي هو تسليح معظم أمريكي. لا ننسى أيضا العلاقة ما بين أمريكا وما بين العراق هي بنيت في من عام 2003، كانت دولة احتلال وكانت هي المسؤولة عن حماية العراق وعن كل ما يتعلق بأمن وسيادة العراق. من يقول أن للعراق ليس له سيادة فهو لا يعرف الواقع العراقي، والدلالة أنه لو كان. طيب. شكرا جزيلا لك لواء الركن ماجد القيسي الخبير الأمني والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف من أربيلة. ننتقل إلى الأستاذ مصطفى كامل. الأستاذ مصطفى، تعتقد أن إيران لديها القوة ولديها الجرأة لضرب القواعد الأمريكية في العراق فيما إذا يعني نشبت حرب بين الطرفين؟ أنا أعتقد أن أي إجراء عسكري إيراني تتخذه إيران عبر ميليشياتها أو بشكل مباشر هو يكون فقط لأغراض دعائية، ولن يكون هناك عمل عسكري حقيقي. إيران تهوش كثيرا وتحاول أن يعني ترفع صوتها كثيرا في هذا المجال، لكن في حقيقة الأمر يعني نحن وجدنا خلال السنة الماضية الكثير من الضربات الصهيونية التي شنت على ميليشياتها ومقراتها في سوريا. ولم تتخذ أي إجراء على الإطلاق، في حين كان دائما الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي الإيراني يعني يتحدث بصوت عالي عن الرد وعن حق الرد
وعن وجود إمكانيات إيرانية في سوريا لوقف الهجمات الصهيونية، ولكن في الحقيقة لم نجد أي شيء من هذه الادعاءات على أرض الواقع. هذا أيضا سيحدث في العراق، لكن بالطبع هناك يعني مخاطر على القوات الأمريكية تتعلق بوجود الميليشيات التي ستحاول إثارة بعض المشاكل. من إسطنبول مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لكم.